صباحكم سعيد مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من إنفنتكات. عقب المباحثات التي أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أكد رئيس البرلمان الأنديني فيدال سبينوزا سانديفال يوم أمس بالرباط أن دول الأنديز ترغب في الاستفادة من تجربة المغرب في مجال الطاقات المتجددة. المزيد مع عبد اللطيف بن طالب. دول الأنديز ترغب في الاستفادة من تجربة المغرب في مجال الطاقات المتجددة، وفق رئيس البرلمان الأنديني فيدال سبينوزا ساندوفال، عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. التقدم الذي تشهده مختلف جهات المملكة يجسد بوضوح إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل النهوض بالرأسمال المادي والبشري للمملكة. رئيس البرلمان أبرز أن دول الأنديز تهتم بخبرة المغرب في مجال التكنولوجيات المستعملة في الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر، مشيرا إلى أن هذه التكنولوجيات ستكون مفيدة جدا. منظومة الأنديز تحدوها الرغبة في الاستفادة من التجربة المغربية في مجالات الطاقة المتجددة. سبينوزا ساندوفال أكد على أهمية التعاون جنوب-جنوب، تعاون يشكل إحدى أولويات عمل برلمان منظومة الأنديز المدعوة إلى التفكير في التوقيع على اتفاق للتبادل الحر للدفع أكثر بالتعاون الاقتصادي بين الجانبين. كما أشاد رئيس البرلمان الأنديني فيدال سبينوزا ساندوفال يوم أمس بالتقدم الذي تعرفه المملكة المغربية في العديد من المجالات بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. خديجة شاكري ومزيدا من التفاصيل. بالرباط أشاد رئيس البرلمان الأنديني فيدال سبينوزا ساندوفال بالتقدم الذي تعرفه المملكة المغربية في العديد من المجالات بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لافتا إلى أن البرلمان الأنديني يطمح لتعميق روابط العلاقات مع المملكة المغربية. المملكة تحقق تقدما كبيرا من خلال الاستثمار في مجالات الرأس المال البشري والتنمية والبنية التحتية والتكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا توليد الطاقة النظيفة. البرلمان المغربي ونظيره الأنديني وقع في يوليوز 2018 بمقر مجلس المستشارين مذكرة تفاهم ترمي إلى إرساء قنوات التواصل والتفاعل البرلماني من خلال تبادل الزيارات والخبرات والتجارب والمعلومات والوثائق. انطلقت بالرباط أشغال المؤتمر الثالث عشر لاتحاد المهندسين المعماريين الأفارقة الذي يناقش مهنة المهندس المعماري والتحديات الجديدة في القارة الإفريقية بمشاركة مسؤولين وخبراء يمثلون 40 بلدا في القارة. تقرير عبد اللطيف بن طالب. الهندسة المعمارية باتت تجسد تحولات وغنى إفريقيا وفق المهندسين الأفارقة، بالانكباب على دراسة الرهانات والتحديات المتعددة التي تواجهها القارة في المجالات البيئية والعمرانية والثقافية. اتحاد المهندسين المعماريين اختار المغرب لاحتضان هذه الدورة نظرا لالتزام المغرب وتجذره الحقيقي والملموس في إفريقيا من خلال موقعه الجغرافي واستثماراته في مختلف المجالات الاستراتيجية. المتدخلون في أشغال المؤتمر الثالث عشر لاتحاد المهندسين المعماريين الأفارقة أبرزوا ما تشهده القارة من تحولات اجتماعية ومجالية كبرى بسبب النمو السريع لسكانها، مؤكدين أنها عملية ينبغي أن تسترعي اهتمام المهندسين والمخططين الحضريين. موضوع هذا المؤتمر إبراز تحديات المهنة، فالتحديات كثيرة من أجل الوقوف عند الأدوار ومكانة هذه المهنة، وبذلك السبيل إلى تطويرها وجعلها رافدا للتنمية في القارة. رهانات القارة بين التراث المعماري والحداثة، رهانات يطرحها اتحاد المهندسين المعماريين الأفارقة، اتحاد يضم 43 دولة عضوا ويمثل 60,000 مهندس معماري في مجموع القارة السمراء.
احتفت جامعة محمد الخامس بالرباط يوم أمس بطلبتها المتفوقين بمختلف المسالك المفتوحة بالمؤسسات الجامعية التابعة لها والمتفوقين في الأنشطة الرياضية والثقافية برسم الموسم الجامعي 21 و2022 و2000. خديجة شاكري تابعت الموضوع وأعدت التقرير التالي، لنتابع. بمسرح محمد الخامس بالرباط احتفت جامعة محمد الخامس بطلبتها المتفوقين بمختلف المسالك المفتوحة بالمؤسسات الجامعية التابعة لها والمتفوقين في الأنشطة الرياضية والثقافية برسم الموسم الجامعي 2021-2022. اليوم أنا جد سعيدة بتواجدي في هذا الحفل التتويجي لطلبة جامعة محمد الخامس، والفرح يعني يعم هذا المكان بوجود أساتذة وأطر تربوية وأكاديمية. تويجت اليوم بالرتبة الأولى على مستوى هذا الماستر، وهي ليست المرة الأولى، فقد تويجت سابقا سنة 2019 في تلك الإجازة بنفس الرتبة. تنظيم هذا الحفل يأتي في سياق تشجيع الطلبة على المثابرة والجدية ورفع مستوى التنافس بينهم، وذلك تكريسا لقيم التفوق والتميز. هذا الحفل هذا بما في الكلمة من معنى هو حفل اللي غيتوج به فيه ما يناهز 247 خريج متفوق في كل المسالك الحمد لله. هذا الحفل حضره عدة شخصيات أكاديمية ودبلوماسية ومن عوالم الثقافة والاقتصاد والرياضة، إضافة إلى مختلف فعاليات المجتمع المدني. خلال مائدة مستديرة بطنجة تم تقديم دليل تدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية بهدف إرساء التدبير الموحد لحالات الإضراب عن الطعام بهذه المؤسسات. تقرير صفية عثمان. خلال مائدة مستديرة بطنجة تم تقديم دليل تدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية بهدف إرساء تدبير موحد لحالات الإضراب عن الطعام بهذه المؤسسات. الدليل المنجز تحت إشراف لجنة تقنية تضم أطرا تابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة الصحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئاسة النيابة العامة، تم تقديمه لمديري وأطباء المؤسسات السجنية بجهة طنجة تطوان الحسيمة وممثلي النيابة العامة ووزارة الصحة وأعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان. نقوم طبعا في هذا الإطار في مجال الحماية بالخصوص بزيارة مراكز الاعتقال والسجون والمؤسسات السجنية حسب الفصل 11 من القانون 76/15 المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. طبعا في هذا الإطار نقوم بتلقي الشكايات ديال المواطنين والسجناء والسجينات، نقوم بمعالجتها، نقوم بتتبع أوضاع السجناء. إعداد هذا الدليل من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان وإدارة العامة لإدارة السجن والنيابة العامة وزارة الصحة والسيسير أهميته تكمن أساسا هو في تنظيم ظاهرة ما فتئت تتكاثر، بحيث أنه في السجون المغربية في أواخر أوائل 2013-2014 كانت توصل حالة الإضراب ديال الطعام إلى حدود 3000، ولم يكن من الممكن أن تبقى هذه الظاهرة على عواهنها، لا بد كان من تنظيمها. الدليل يشكل إطاراً مرجعياً يحدد بشكل واضح وسلس مسؤولية ومجال وطريقة تدخل الجهات المعنية خلال جميع مراحل هذه العملية بالفعالية المطلوبة. وقد تم إعداد هذا الدليل وفقاً لمقاربة ترتكز على حقوق الإنسان في احترام للتشريع والخصوصيات الوطنية والمبادئ الأخلاقية ومقتضيات القانون الدولي. إلى تونات، حيث نظم لقاء بمناسبة تخليد الذكرى 65 لإطلاق أشغال بناء طريق الوحدة، وهو مشروع كبير يروم ربط شمال المملكة بجنوبها. مزيد من التفاصيل في تقرير رغدة قبوري. الذكرى 65 للحدث التاريخي الجيلي غدا حصول المغرب على استقلاله. طريق الوحدة عنوان من عناوين الجهاد الأكبر الذي أعلن عنه جلالة المغفور له محمد الخامس في خطابه التاريخي عند عودته من المنفى إلى أرض الوطن. مسار وحد شمال المغرب بجنوبه، يخترق ما كان من قبل حدا فاصلا بين جزئي الوطن الموحد. طريق الوحدة عنده واحد رمزية تاريخية كبيرة،
حيث جسد الوحدة ديال الوطن من شماله إلى جنوبه، من حيث أنه يعني مثل وجسد القيم ديال التعبئة، ديال التضامن، ديال التكافل، وديال التعاون. لقاء بمدينة تونات تميز بتكريم لقدماء المقاومين وتسليم إعانات مالية لأعضاء أسرة المقاومة في إقليم تونات، وزيارة لفضاء ذاكرة المقاومة والتحرير والنصب التذكاري لطريق الوحدة بالجماعة الترابية زريزر. نحرصوا سنويا على إحياء هذه الذكرى باش نتمثلوا يعني العظات والعبر اللي كتحملها بحمولة ثقيلة، واش كذلك نهيبوا بالشباب أنه يبقوا دائما يعني مرتبطين وملتحمين بالوطن. 12 ألف شاب مغربي شاركوا في هذا الورش الوطني الضخم، جمع الشباب المغاربة من مختلف جهات المملكة، والذي ساهم في تعزيز قيم المبادرة والتضامن لدى المواطن المغربي تجسيدا للتلاحم بين العرش والشعب والوطن. بالعاصمة المصرية القاهرة بدأت أولى جلسات الحوار الوطني باجتماع مجلس الأمناء الذي ضم مختلف القوى السياسية والنقابية بالبلاد، ويهدف الحوار لخلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية تؤسس لمشاركة أوسع من أطياف المجتمع في الحياة السياسية والاقتصادية. تقرير صفية عثمان. بالعاصمة المصرية القاهرة بدأت أولى جلسات الحوار الوطني باجتماع مجلس الأمناء الذي ضم مختلف القوى السياسية والنقابية بالبلاد. الرئيس المصري كان قد دعا في أبريل الماضي إلى حوار سياسي وطني شامل دون تمييز يجمع كل التيارات الحزبية والشبابية لمواجهة التحديات الراهنة تحت إشراف مباشر من رئاسة الجمهورية. وصلنا اليوم للحوار الوطني حتى نحلحل هذه الحالة ونبدأ في حالة جديدة من الحراك السياسي الحقيقي. الحوار الوطني هو حوار بين أطراف المفروض هيكونوا مختلفين تماما، وأنا بأكد على ده يمكن بشكل واضح جدا، مختلفين تماما على المستويين الفكري والمنهجي والسياسي. اتفقنا إن شاء الله هنبدأ في المراحل القادمة نعقد اجتماع آخر 19/7. المحاور الأساسية المحور السياسي، المحور الاقتصادي، المحور الاجتماعي، واحتمال يبقى في محور ثقافي. القضايا العامة ممكن هتبقى موجودة زي قضايا الطفل، قضايا الشباب، قضايا الجمعيات الأهلية، قضايا المشكلة السكانية، المناخ، كل هذه القضايا مطروحة على ترابيزة المناقشة في المرحلة القادمة. وبينما رأت العديد من الأطراف أن هذه المبادرة تفتح مجالاً للتواصل بين السلطة وأحزاب المعارضة لأول مرة في عهد الرئيس الحالي، إذناً ببداية حراك سياسي ديمقراطي، دعا آخرون لتدابير حسن نية ملموسة قبل بدء الحوار، مثل إطلاق سراح المعتقلين والإعلان عن إصلاح مؤسسي شامل. ويهدف الحوار لخلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية تؤسس لمشاركة أوسع من أطياف المجتمع في الحياة السياسية والاقتصادية. بعد سنتين من جائحة كورونا، عاد حجاج بيت الله الحرام إلى أداء مناسك الحج الفريضة، تمنح بعض الحجاج فرصة زيارة جبل النور الذي يحتضن غار حراء. روبورتاج عبد اللطيف بن طالب. رغم هذا الدرج الضيق، صعوبة الصعود لأكثر من 600 متر في أعالي جبل النور لم تحل دون اقتفاء آثار نبي الرحمة محمد. فإلى هذا الجبل هبط جبريل حاملاً آيات الهداية في غار حراء رحم الديانة الإسلامية. هذا هو غار حراء الذي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم الليالي ذوات العدد، ونزلت عليه رسالة من هذا المكان وانتشرت إلى الدنيا كلها. أشعة شمس الإسلام أشرقت منذ 14 قرنا على الأرض، وما تزال تنير الكوكب. 4 كيلومترات على مرأى بيت الله يأتي الحجاج في رحلة قد تقصر أو تطول بسبب وعورة التضاريس وارتفاع درجات الحرارة. جئنا إلى هنا
لنرى المكان الذي خرج منه النور والرحمة إلى الناس جميعا. على تراب جبل النور تحلو الجلسة والسكينة. لأول مرة بعد عامين من جائحة كورونا سمح للحجاج عبر العالم بأداء فريضة الحج، فريضة تزدان بزيارة غار لا يتسع إلا لأربعة أشخاص، غير أنه وسع الدنيا كلها بعد نزول آية إقرأ. كانت هذه آخر مواد نشرتنا. تفاصيل أوفى عن أخبار المغرب والعالم تجدونها على موقعنا الإلكتروني m24tv.ma. شكرا لكم على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.